ترجع إيهاب سمير ستاند اب لكليتشي أمامية تصل شريف دابو منتهى الخطورة دابو محاولة بص على الشمال إسلام إسلام لسه إسلام تصويب والهدف جوا الجول جوا الجول هدف التعادل للداخلية تصويبة جميلة ما في أحلى من كده تصويبة تصويبة حلوة حلوة بقدم إسلام عبد النعيم عشان يسجل هدف التعادل لفريق الداخلية في الدقيقة 67 من عمر اللقاء هفوة دفاعية ومساحات واسعة موجودة ورا في دفاعات الاتحاد وعلى طول استلام بلمسة برؤية بتصويبة جميلة في زاوية صعبة مستحيلة على المهدي ادي سليمان في التسعينة في المقص الشمال ادي العادة مرة تانية ادي اسلام عدى اسلام بعرض الملعب ثم التصويبة الحلوة في على شمال المهدي سليمان عشان فريق الداخلية يخطف الان هدف التعادل وتعود المباراة الى نقطة البداية واحد للاتحاد واحد فريق الداخلية الهدف الثاني لإسلام عبد النعيم في الدوري المصري في هذا الموسم واحد 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 واحد